كيفاه؟ الله يصفر وجهك ان شاء الله. بورت مالور. السلام عليكم خوتي، معكم ميلو دراكسيون. خوتي شوفوا هاد اليهودية هادي مربية 300 كلب. سبحان الله، شوفوا الدل يا خوتي. شوفوا من حي أسر سيف، فيلاج أورير، نواحي تغازوت. ساكنة ديال هاد الفيلاج، فيلاج حي أسر سيف، طريق موزار، باراديس فالي. دونك حنا عندنا مشكل مع هاد السيدة الكاورية، 4 سنين وحنا تنتشكاو عندها أكثر من 300 كلب. السلطات دابا قالت لنا 600 في وسط دار وسط الساكنة. راه تقروا الناس بالريحة، أول حاجة بالريحة، وثانيا الصداع. دابا بالليل دابا راه ما تقدرش الناس بالليل دابا، حيت الليل دابا كينقص داك الصداع ديال الحديد، والطرق كتكون خاوية والحس وداك الشيء، كتسمع الصداع ديال الكلاب زعما ما تقدرش الناس. والطريق دابا وماشي احنا دابا اللي داز من الطريق دابا على حساب الريحه بالنهار، راه كيشم ديك الريحه، راه دابا نيت راه كاينين الكلاب دابا. السكينه ديال هاد المنطقه راه هما متضررين بزاف من ناحيه الصداع بالليل، يعني الناس راه ما تينعسوش، تيكون صداع بزاف لان الكلاب كثار بزاف. ما نقدرش نقول لك العدد، ولكن راه فايت 100 كلب. ومن ناحيه الرائحه حتى هي يعني كاين الرائحه بزاف كما شتيني انت. السلام عليكم، أنا معكم مينا امدلوس، انا ساكنه من السكينه كاريه في هاد الجبل. الى دورتي الكاميرا تلقى الجبل، وهاد السيده الكاوريه كاينه هنايا، كاينه يعني بعيده عليا، وشوف الريحه ديال الكلاب والصداع ديالهم فين كيوصلنا. راه حشومه هذا الشيء اللي كدير فيه. والسلطات اليوم جاو وعاودوا جاو، واليوم جاو شي 10 ولا 11 درك ملكي والقوات المساعده. ما كل شيء ما داروا والو، ما فهمناش. خرج الافراغ، قالوا لينا راه كاين الافراغ، ما شفنا والو. والسلطات رجعوا، ما فهمنا والو الصراحه. الساكنه ما فهمنا والو. حنا راه الصراحه راه الساكنه راه معذبه ديال بصح، سيرتو اللي قراب ليهم. اما انا باقي كاينه الفوق، كنسم غير الريحه والصداع. اما الناس اللي هنايا راه الاغلبيه ديالهم مرض. هاي شد روحك مليح. كنبيو هذا طعنا كلنا نشطح.